الشيء المطمئن اللي صار عندنا هسه الايام القليله الماضيه بالعراق البروتوكول العلاجي، دخول بعض العلاجات الجديده اللي سمعتوا بها مثل الفافيبرابير اللي هو اخذنا تصريحه من روسيا، والعلاج الياباني هذا علاج الان دخل حيز التنفيذ دكتور؟ نعم دخل بالبروتوكول العلاجي، يعني ان شاء الله تم اعطاءه لبعض المرضى؟ لحد الان لا بعد، لانه سأقر ان شاء الله مع المصانع العراقيه، مصانع الادويه راح تبدا تصنعها، وعقار الريمديسيفير اللي هو امريكي اللي هو المفروض يعني يدخل للحالات الشديده، فاحنا الحالات المتوسطه اذا قدرنا نسيطر عليها ودخلنا علاجات جديده، طبعا هاي العلاجات بالمناسبه هاي العلاجات ما تقتل الفيروس بصوره مباشره، هاي تمنع انشطار او تكاثر الفيروس داخل الجسم، وبالتالي يقل ثقل وعبء الفيروس داخل الجسم، وهذا العبء القليل اللي بقى من الفيروس يقدر مناعه الجسم يتغلب عليه، وبالتالي الشفاء. طيب. هذا امر جيد جدا، بس انه لانه هاي العلاجات انه ما تقتل الفيروس بصوره مباشره.